امبارح شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، وكرم الفايزين في المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم في الفروع المختلفة. الحقيقة الاحتفالية دي واحدة من أهم الفعاليات اللي بيستناها حفظة القرآن واللي بتتوج مسيرتهم في حفظ القرآن الكريم. احنا معانا في الاستوديو دلوقتي أحد المكرمين، هو الشيخ يوسف السيد من ذوي الهمم، وكانت رحلته مع حفظ القرآن الكريم رحلة مليئة بالتحديات، وهتتفاجئوا دلوقتي لانه هو ما شاء الله ما شاء الله، يعني تقول له بس اسم الايه رقم الايه يجيب لك الايه والايه اللي قبلها والجزء والصوره والحزب وكل التفاصيل، وما بيستناش يعني ما بيفكرش حتى، ما شاء الله عليه. هو منورنا دلوقتي يا شيخ يوسف، يا اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. حضرتك بصحه السلامه. يا اهلا بيك. طبعا بنبارك لك على التكريم في البدايه. الله يبارك. واحساسك ايه بعد ما اتكرمت من فخامه الرئيس؟ طبعا شعور يعني لا يوصف بصراحه، لان ما كنتش اتوقع ان في يوم من الايام اقابل فخامه الرئيس. يعني ما شاء الله ما شاء الله. طيب شيخ يوسف، يعني الجائزه اللي خدتيها ليها في المركز الاول يعني ما تسويش حاجه جنب ان انا قابلت رئيس الجمهوريه. يعني ما شاء الله عليك. طيب شيخ يوسف، خلينا نقول ان انت حفظت القران في فتره قليله، مش فتره من سن الثالثه لسن الثامنه، يعني نقدر نقول ايه 5 سنين تقريبا وشويه، 6 سنين. طيب دي 3 سنين، يعني ده سن صغير جدا. بس الحمد لله، يعني كان والدي رحمه الله ووالدتي يعني كانوا مهتمين بيا في حفظ القران يعني من صغري. وانت يعني كمان كنت حابب، وانا كنت حابب. طبعا الاطفال في السن ده عايزين يجروا ويلعبوا وبتاع، فانك تركز ان انت تكثف الحفظ القران الكريم في المده القصيره دي، فده انت كنت عايز. انا فاهم، من صغر انا بحب اسمع مشايخ ومهتم بالقران الحمد لله. يعني ما شاء الله عليك ما شاء الله. تسمع مين؟ فيه الشيخ محمود علي البنا، وطبعا الشيخ مصطفى اسماعيل بقى في التجويد، حضرتك عارف يا سيدي بقى الواحد بينسى نفسه معاه. ما شاء الله. طيب نبتدي على طول، نستهل الفقره بتاعتنا بآياتنا الذكر الحكيم. إن شاء الله هقرأ من الآية 9 اللي هي تاني آية في الصفحة من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليك. بص طبعا هو احنا يعني مش هنختبرك، يعني انا اقل من ان انا اختبرك، لكن احنا بنقول للساده المشاهدين ان انت دايما جاهز ومستعد في اي لحظه تتسال عن رقم الايه او تتسال هي في الجزء الكام او في سوره ايه، تقول على طول ان شاء الله. احنا معانا مصحف دلوقتي وهنسالك سؤالين كده على السريع، موافق؟ اتفضل. ماشي، توكلنا على الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم سورة فيما. سوره النور الايه 14 الجزء 18 الحزب 35. ده مفيش فرصه نكمل الايه حتى. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب اقلب تاني يا شاسل، طيب ناخد حاجه. دي لا دي سهله، دي سوره الكهف دي ناس كتير حافظاها، فايه نحاول ندور على حاجه. طبعا. لا يستأذنك الذين يؤمنون سورة بالله. سورة التوبة الآية 44. ما شاء الله. الآية شاء اللي قبل الله. اللي قبل الأخيرة في الربع الأول في الحزب 20 الجزء العاشر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليك والله. وعملت كده إزاي؟ يعني موهبة ولا اكتشفتها؟ حضرتك برضه ممكن نعكس بقى، قول الآية رقم كذا في سورة كذا وأنا هقرأ الآية. حاضر ماشي. الآية 39 في سورة إبراهيم. دي في الجزء 13. ماشي. الحزب 26. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. 28 في سورة الأنبياء. دي آخر آية في الربع. أول ربع في الجزء 17 الحزب 37. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. طيب الناس بتبقى مركزة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، لكن إنها تركز في حفظ ترتيب الآيات وفي أي جزء والكلام ده، أعتقد إن ده شيء مش سهل عليك. هو فعلا يعني الحمد لله أنا كان اجتهادي في حفظ القرآن. حفظ القرآن على فكرة حفظ القرآن يعني مش صعب، هو سهل على اللي هو عنده عزيمة إن هو يحفظ يعني. هل لكن رقم الآيات جات لي يعني كانت موهبة من ربنا يعني كده، ما كانش ليا اجتهاد فيها. طيب هل كان في تحديات في طريقك وأنت بتحفظ القرآن الكريم؟ كان في صعوبات؟ لا الحمد لله ما فيش صعوبات. كانت متيسرة يعني؟ الحمد لله يعني ربنا يعني قال ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر، فما كانش فيه صعوبات يعني الحمد لله. طيب القراءات انت حفظت القرآن ازاي؟ ايه ده؟ القراءات بتقرا قراءات؟ اي قراءات بتحفظ او حفظت بيها بتقرا بايه؟ انا معايا معد قراءات. بتقول يا شيخ يوسف معايا معد قراءات. معاك معهد قراءات. طيب عايزين نقرا بقراءه دلوقتي، ايه رايك؟ بس نختار ايتين ثلاثه بس. قراءة ايه؟ قراءة مين؟ ماشي نقرأ برواية خلف عن حمزة إن شاء الله. ماشي. اتفضل. نفس الآيات برضه بس برواية خلف عن حمزة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله عليك. في حد من إخواتك حافظ القرآن أو حد من الأقارب من الأصدقاء كان معاك في الرحلة يعني؟ اخي الاكبر كان معايا في رحله معهد القراءات. بتشجعوا بعض بقى؟ وتسمعوا لبعض وتراجعوا مع بعض؟ بالظبط.
هو نفس حالتي يعني. طيب انت بعد ما خلصت خلاص انتهيت من حفظ القرآن الكريم عند سن 8 سنوات، من 8 سنوات لحد دلوقتي المراجعات بتاعتك عامله ازاي ومين اللي بيراجع لك؟ انا اخي الاكبر جاب لي مصحف برايل براجع عليه يعني. هو في الاول يعني كنت رحت مدرسه النور للمكفوفين في المهندسين في شارع جامعه الدول من سنه اولى ابتدائي لحد سنه 6 ابتدائي، تمام، عشان اتعلم طريق برايل ليه. فجيت بعد 6 ابتدائي كنت ختمت القران وكده، فكنت كان امنيتي ان انا اكون امام وخطيب واصلي بالناس وكده، فلقيت الطريق ده مش نافع معايا، رحت محول ازهر، نقلت من اولى اعدادي في المعهد الازهري لحد يعني دلوقتي انا في الفرقه الثالثه في كليه علوم قران، والحمد لله يعني ما شاء الله امام وخطيب في مسجد يعني في القريه عندي. اخبار الدراسه ايه؟ تمام يعني ماشي معايا في الكليه يعني وكده يعني ماشي الحمد لله يعني. انا عارفه انك بتبتهل كمان يا شيخ يوسف. نعم. طيب ما تسمعنا حاجه من الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا. اللهم استجب دعاءنا يا صام النبي فصام نبض فؤادي، نعم الصيام نعم الصيام صيام طه الهادي. رمضان رمضان في البدء رحمات تسابق بالوفا، والنصف مغفرة من الجواد. في البدء رحمات تسابق بالوفا، والنصف مغفرة من الجواد. وختامه عتق برحمة خالقه فيها النعيم على الفؤاد ينادي. وختامه عتق برحمة خالقي فيها النعيم فيها النعيم على الفؤاد ينادي. رمضان رمضان يا شمس الشهور وتاجها، والنصر فيك مؤزر لبلادي. رمضان من نور السماء وأجره لله ربي، والمشقة زادي. رمضان يا شمس الشهور وتاجها،
والنصر فيك مؤزر لبلادي رمضان من نور السماء وأجره لله ربي والمشقة زادي يا رب فاقبل صومنا وصلاتنا واجمع عبادك بالحبيب الهادي سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا عبد الله الصلاة والسلام. حاجة يعني عظيمة جدا. أنا عايز أعرف بقى شعورك وإزاي اتبلغت بأنك من المكرمين في الحفل اللي حضره سيادة الرئيس. هي بداية إن المسابقة العالمية دي أصلا مسابقة كانت المنافسة فيها شديدة جدا، منافسة قوية. يعني ما كانتش تصفية واحدة ولا اثنين بس، كانت كذا تصفية، يعني كانت حوالي 7 تصفيات. طب ما تحكي لنا كده التصفيات من ناحية إيه؟ اللي حصل في التصفية الأولى بقى. كنتوا كام واحد؟ بقيتوا كام واحد؟ سألتوا في إيه؟ لا هو العدد كان كبير ما يتعدش. ما شاء الله. والله ده شيء مفرح على فكرة لما يبقى العدد كبير ما شاء الله كله من حفظة يعني القرآن. ده كنا 65 دولة من دول العالم، فكان عدد كبير. فصفينا كده تصفية، يعني التصفية على المركز عندنا. ما تفتكرش كل دولة ما تفتكرش كل دولة بيمثلها كم مرشح؟ لا لا افتكرش. انا اللي افتكرها اخر تصفية خالص، يعني اول تصفية كانت على المركز، وتصفية تانية كانت على المحافظة، وتصفية التالتة كانت على الجمهورية. خدنا بقى حوالي 4 تصفيات أو 5 على الجمهورية. لحد كمان يعني يعني كنا صفينا 3 تصفيات فكنا بقينا 12. فقالوا احنا عاوزين نصف تاني بعد ما كانوا خلاص حددوا وقت ميعاد التصفية العالمية. يوم 23/12 جو يوم 15/12 قالوا ان شاء الله بكرة هنصفي تصفية كمان عشان نخرج 6 ويبقى معانا 6 يصفوا معانا يوم 23/12. والحمد لله صفيت في التصفيه ديت وبقيت من الستة اللي فضلوا 23/12 يعني. ما شاء الله. اي فرع؟ فرع ذوي الهمم. ذوي الهمم الحمد لله حصلت على المركز الاول. ما شاء الله. ودخلت التصفيه العالميه اللي هي الاخيره النهائيه، وبعد الاختبار بدقائق يعني بعد ما التصفيات خلصت حد جه اخبرني يعني بان انا حصلت على المركز الاول وهتكرم من فخامه الرئيس يعني. ما شاء الله ما شاء الله. هي بتبقى حفظ بس ولا في حفظ وتفسير؟ لا ما انا بقول لحضرتك المنافسه فيها قويه عشان كده. كان حفظ وتفسير، فهم معاني القران ومقاصد متشابهات. متشابهات ومقاصد السور يعني. طبعا اعتقد كمان يا منى الموضوع المتشابهات ده هيبقى سهل عليه قوي، يعني قدر يحدد الرقم. لا ده في رقم الايه في اي مكان. المتشابهات يعني هيبقى سهل عليك. الحمد لله يعني. طيب يعني التصفيه بتكون مقاصد الصور ومعاني المفردات ديت كان ليها كتب PDF يعني. كان ليا يعني صديق ليا من البلد يعني اسمه كريم محمد بشكور، يعني هو اللي كان بيقرا لي الكتب دي يعني. ما شاء الله ما شاء الله. طيب التصفيه دي بتبقى معموله ازاي بقى يا شيخ؟ يعني بتبقى بالسن ولا بعدد الحفظ بقى بالقراءات؟ يعني بتبقى على اساس ايه بيتم التصفيه؟ ايه اللي يعني احنا ما حضرناش قبل كده؟ التصفيه بتتم حسب بقى الاحكام والوقف والابتداء. اصل دلوقتي كل اللي داخل حافظ القران كويس، فلازم يميزوا بالحاجات دي. ومن اي سن بقى؟ من اول عمر مثلا 16 سنه ولا 18 سنه للاكبر في العمر، ولا السن مفتوح؟ ما كانش تزيد عن 35 سنه. محدد فيها الاعمار. واقل عمر كان كام من المتقدمين؟ لا ما كانوش محددين اقل عمر. طيب انت هتبتهل تاني؟ مجهز لنا ابتهال كمان؟ والله لو عاوزين عادي. طبعا احنا مستمتعين. احنا ما صدقنا. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله نظرت إلى روض النبي فهالني نظرت إلى روض النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه فقلت إذا كان الرياض منورا فما بال جوف الروض ما بال من به وما بال روض ضم نور محمد وما ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته فالمسك والكهف من عطب النبي والورد والياسمين من وجلاته عيسى المسيح رأى في إنجيله وكذا الكليم وكذا الكليم رأى نظر علي لئن وصلت مقامه لأمرغ الخدين في عتباته وأقل لعيني انظري وتمتعي وأقل لعيني انظري وتمتعي هذا رسول الله أفضل خلقه صلوا عليه وآله نظر علي لئن وصلت مقامه لأمرغ الخدين في عتباته وأقل لعيني انظري وتمتعي هذا رسول الله أفضل خلقه صلوا عليه وآله.
نبي الهدى صلوا عليه، صل ربي وسلم وبارك عليه. والسلام، ربنا يفتح عليك. وعليكم السلام. طيب أهلك بقى لما رجعت أنت بعد التكريم قالوا لك إيه؟ إحساسهم كان عامل إزاي؟ أكيد كانوا فرحانين طبعا. أكيد، بس قول لنا تفاصيل أكتر. اتناقشتوا في إيه؟ اتكلمتوا في إيه؟ جهزت يوم الاستقبال إزاي وأنت رايح الحفلة؟ قول لنا كل مين وداك؟ كل التفاصيل دي بقى احكي لنا، عايشنا معاك في يوم. يا والدتي اللي كانت معايا في يوم الاستقبال ده. يا سلام. جابوا لك مكافاه بقى؟ مكافاه ايه؟ لازم البيت كمان لازم يكافئوك، لازم يقولوا لك هديه. كلتوش اكله حلوه؟ خرجتوا خروجه كويسه؟ اه خرجون. ايوه بقى يا عم تقول بقى، ما في حاجات انت بتخبي ليه؟ طيب اتبسطت يعني؟ اه. طيب الحمد لله. شد حيلك طبعا في المذاكره، انت في سنه ثالثه دلوقتي. اه فاضل لك سنه ان شاء الله وتتعين وتحقق حلمك، وانت ما شاء الله يعني عليك نبغه. الله يخليك، ربنا يحفظك، بنتمنى لك طبعا كل التوفيق. الله يكرمك والله. طيب انا عايزه اعرف تفاصيل اكتر عن اسرتك، يعني انت عندك كام اخ واخت؟ انت قلت أنا عندك أنا اخ عندي اكبر. في اخين غيري نفس الحاله يعني. اخ واخت يعني. ايوه انتوا ثلاثه يعني؟ احنا خمسه ما شاء الله. ثلاثه مكفوفين واثنين مبصورين. كويس قوي. الاكبر وانت بقى رقم كام في ترتيب اخواتك؟ انا اصغر اخواتي. الاصغر. وكلكم من حفظه القران ما شاء الله؟ اه الحمد لله. الحمد لله اكترنا حفظ القران يعني. طب انتوا تدخلوا بقى المسابقه اللي جايه بتاعه الاسره بقى؟ اه ان شاء الله. اه المفروض فريق الجماعي. اه الاسره القرانيه. طبعا احنا بنتمنى لك كل التوفيق، ونورتنا وشرفتنا، والف الف مبروك مره ثانيه على هذا التكريم، وربنا يوفقك ان شاء الله فيما هو قادم. طبعا بنشكر الشيخ يوسف السيد الفائز بمسابقه حفظ القران الكريم من ذوي الهمم اللي نورنا في صباح الخير يا مصر، الف شكر ليك. الله برضه بتقدم الشكر برضه لمعالي وزير الاوقاف دكتور محمد مختار جمعه على خدمته للاهل لكتاب الله واهله يعني. كل الشكر ليك شيخ يوسف، نورتنا وشرفتنا ومبروك عليك التكريم.